فالروت فاليو لكل ماسل تختلف. يعني الميديان نيرف يدي لدي مثلا 5 6 5 6، يدي دي 7 8، يدي دي في الهاند ثوراسيك 1. الميديان نيرف والان وذلك السموث ماسل بتاعت الهاند كلها سبلايد بي سيجمنتال ثوراسيك 1. عشان كده في الكولومبس باراليسيس او في اللور ترانك ليجن بتاع بريكال بيكسس بياخد ثوراسيك 1. عشان كده تلاقي كل الماسل بتاعت السمول هاند والبي افكتد وتديني ايه الكومبليت كلو هاند، لان كل ماسل ده افكت ويحصل اتروفي للماسل بتاعت ده كله. ولو حصل معاه سيرفايكال 8 او لا اصلا من سيرفايكال 8 اسينشالي سيرفايكال 8، لو في الكولومبس فاليس بيحصل سيرفايكال 8 بتتعور. انتوا مش معايا، لا مش معايا خالص، لان لو معايا كنت صححتوا لي الاخطاء بتاعتي. دكتور تي 1 دي لو عاد لما تيجي تطفي لصق تنساش. جدع جدع جدع، ده لانكم مش معايا. ان الثوراسيك 1 هي اللي بتستبلاي المصل بتاعت الهاند، وبيحصل فيه الكلو هاند والكمبليت كلو هاند وكله. لو السيرفايكال 8 اتضرب معاها كمان هيحصل ايه؟ لوس اوف سنسيشن على الميديال سايد ده، على الميديال. انا قلت لكم ده 6 و7 وده 8، صح كده؟ لان انتوا بتناموا. انت حاطط لي الكمامه ديت عشان ما تتكلم، صح؟ وحتى علشان لو اتكلمت ما اسمعكش، صح؟ ده الغرض الاساسي. وبعدين احنا مش معديين يعني. مش ليه انت بتحسسنا ان احنا جرثومه او مايكرو او اورجانيزم يعني؟ اللي حسسنا ان انا اورجانيزمي ليه يعني؟ لا هو راجل هايجين بصراحه. واحد بيكح واحد بياتى صح. هو عنده حق بصراحة. تمام. ايه تاني؟ يقول عندها دايابيتس. عندها دايابيتس في الكاس الرابع. بيقول ده بيس في الايه؟ بتاعت النار. ليه بقى؟ بالظبط. لان الدايابيتس بتعمل بريفرال نيوروباسي. بتأثر على البريفرال نيرفز. فممكن يكون الليجن ده هوت مش عشان اتعور ولا اتضرب ولا اتخبط، لا، ده الدايابيتس هو اللي عمل بريفرال نيورايتس في الالنال نيرف، ديجنريشن في الالنال نيرف. فالعين يحس بتنميل وشكشكه ودبابيس، ولو زاد اكتر لوس اوف سنسيشن والماسلز تروح وكلو هاند وكله نتيجه مش اتضرب، لا نتيجه دايابيتس. الدايابيتس تعمل بريفرال نيورايتس. تلاقي الناس اللي عندهم دايابيتس لفترات طويله تلاقي احساسه برجليه وايديه قل، او ممكن يجي له كاربال تانل سندروم مانيفستيشن. ده مش تروما، ده نتيجه بريفرال نيورايتس. عشان كده حط دايابيتس. تمام. ايه تاني دكتور؟ متى يمدينا نقول من حاله كيوبيتال تانل سندروم؟ متى يمدينا نقول ان الحاله كيوبيتال تانل سندروم؟ لان كيوبيتال تانل سندروم تدي نفس السيمبتومز تقريبا، انه تندي السنسيشن وبعدين تطور انه الهايبوثينا تروم. صح صح، انا معاك صح. وهي اصلا هي اصلا كده، هي اصلا كده؟ اه. الدايابيسس دي اتحطت كده ايه؟ يعني انت عارف زي الواحد بيحوط ان ما كانتش دي تبقى دي او كده، لكن هو ده الكربل بتاع التانل سندروم، البوتانل سندروم، وده مشهور جدا على فكره. مش رير. انا شفت كذا حاله بالطريقه دي. يعني بيحصل للالنال نيرف ده بيتزنق في القلب لانه نايم على الليجامنت ده وفوقيه ماسلز كمان، فممكن يتزنق هنا وكمان بيتزنق هنا
وفي هنا هو قناة ايضا جايم كنال ماشي فيها الالنا النار ممكن يتزنق هنا في الجايم كنال او في الالبو تانل سندروم بيحصل زي ما في كاربل تانل سندروم في البو تانل سندروم. ميكروبات هو تكون فاكر زمالك اورجانيزمز ده فيروس وده بكتيريا وده ده فانجس هو تكون فاكرهم كده عشان كده جاي من البيت وجاي من البيت الصبح كده صح؟ جاي من البيت الصبح كده بالبتاع دي صح؟ اي يبقى فاكر الكليه كلها اورجانيزم زمايله كلهم اورجانيزم والدكاتره عشان يعني كده ايه كبار شويه فبارازايتس يعني بارازايتس عشان ما كبار زمايله اورجانيزم الفانجس والفيروس وبكتيريا لكن الاساتذه والدكاتره دولت بارازايتس اسكاريس انكلوستوما يعني اي حاجه كبيره وخلاص. مزعلش انا بضحك معاك. ايه تاني يقولوا عايزين ايه تاني؟ الكره الكسلوه لو كان كسلوه لو كان مثلا ميديا للبلاتس ينتقل الالم على الميديا السايد ميديا عشان ميديا ايه؟ على الميديا الجولف اي الجولف الجولف بيبقى لوكالايزد على الميديا الايبوكوندايل وزي بيسموها ميديا الايبوكوندايلايتس الجولف ما يعني ممكن يسمع وممكن ما يسمعش ممكن يسمع في الفور ار وممكن ما يسمع لكن تيبيكالي اللاترال ده بيسمع في الفور ار عن طريق الماسل دي كمان مشهوره لكن ممكن يسمع لان ده كومن فليكسور اورج والفليكسورز كلها هنا ونفس الطريقه برضو لو عملت فليكشن الالم هيزيد او عملت باسيف اكستنشن عشان شد ممكن الالم يزيد لكن مش واضحه قوي زي التنس البو بتروح للفور ارم كلاسيكالي وعن طريق المصل دي بالذات لان دي اول مصل طالعه من الكومن فليكسو تمام ماذا انتم قولوا سالوا حتى مش شرط تكون في الكيسز لو في اي حاجه اسالوها تاني عادي دكتور في الكيس الروماتويد ارثرايتس المكتوب سوربتنتريد هو في الروماتويد ارثرايتس يقول نترد يعني ما في ريدنس احنا قلنا لانه مو انفكشن ولا انفلاميشن هذا اوتوميون يعني في مو في الميون بروسيس سواء كان اوتوميون او انفكشن او اي شيء السيتوكاينز الانترلوكين والتيومر بروسيس فاكتور يعني هي اللي في الانفكشن السيتوكاينز اللي في الانفكشن هي السيتوكاينز في الاوتوميون يعني المفروض كل السيمبتومز حقت الانفلاميشن السوالوينج والباتنس والريتنس المفروض تكون كلها واحده لان السيتوكاينز واحده الاماونت بتاعتها بتختلف تماما لما يبقى اورجانيزم غير لما يبقى اوتوميون يا اوتوميون دي مشهوره جدا في الناس كلها فوق ال 50 سنه تلاقي كتير جدا عندهم اوتوميون ثايرويدايتس مفيش انفلاميشن فيها لكن في بعض الاحيان تلاقي هوت وتندر عشان اللي انت بتقوله ده يعني في مثلا الجويتر تبص تلاقي جويتر اسموس وناعم واوتو اميون وتلاقيه تندر ورغم ان اوتو اميون مفيش انفكشن ولا حاجه خالص نهائي ده بالايه ممكن يحصل صح اوتو اميون من غير انفكشن الجوت من الجوت ده مفيش اورجانيزم ما دخلش اورجانيزم لكن الكريستال ده هي اللي عملت الانفلاميشن ولاقي هوت وريد وتندن ده كنا نفكر ان ده خراج برافو فيش اورجانيزم لكن ان جنرالي عشان بس ايه تبقى واحد الاوتوميون ده ما مش اورجانيزم ما معاش في فيفر عاليه
في تندرنس عاليه، ما فيش باس فورميشن، ما فيش حاجه زي كده ابدا. ما وصل لمرحله الانفكشن اللي هو الليفلز لكن اورجانيزم على طول انتوا عارفين، لان الانفلاميشن واحد، الانفلاميشن واحد، وانتوا واخدين الستيج بتاعت الانفلاميشن وعارفين الرياكشن بتاع البودي للانفلاميشن، فازوديليتيشن وإديما كاركترستيك وبين وتندرنس ولوس اوف فانكشن، كل ده كله ايه وات ايفر ذا انفلاميشن از، هيحصل معاه كل المفسيشن بتاع إديما هتلاقيه موجود برغم فيش اورجانيزم، بين هتلاقيه موجود برغم فيش اورجانيزم. فعلامات الانفلاميشن وتفر ذا كوز كيميكال انفلاميشن ممكن تعمل ده كله، لكن الاورجانيزم بالذات فيفر عاليه، ثروبنج بين، بيتنج إديما، ابسس فورميشن، واحد وقع، ده شايف نتيجه الميكروبس اللي عندك بصراحه، انت هو بيطلع منه ميكروبس تيجي انت تضربها بالبتاع اللي انت لابسه ده فبترجع له تاني فبيجي واقع منه البتاع ده، ده بيعتبر خطا. خلي بالك يعني ما تبعتلوش ميكروبات خالص لان هترجع لك، لانه لابس الكمامه ديت هترجع لك الميكروبات كلها، اما تحب تعطس اعطس بعيد عنه. قولوا ايه تاني؟ اي حاجه كيس فور اللي هو الدايبيتك بيشنتس، المانيفستيشن بيكون نفسه زي اللي كنا قلنا كومبريست بتوين. لا لا لا، عشان كده هي ما كانتش المفروض تتحط، لان الدايبيس يوجوالي بولي نيوروباثي، ما بياخدش قلنا النيرف بس، بياخد كذا نيرف معاه. ثانيا البولي نيوروباثي مش شرط بقى يكون معاها كلوهان، ليش دعوه بكلوهان خالص، تنمير وشكشكه بس في الـ في الـ في الواحد ونص فينجر، ده لو هو خد نيوروباثي للالنا النيرف واحد بس، لكن مش هيعمل له كلوهان ولا يعمل ده كله. فالديفرنت ديفرنت، لكن هم اتحطت على اساس ان اللي حطها حاول يدخل يخليك تفكر النفس اللي انت بتقولها، الدوخه اللي انت فيها دي عشان تدسكاست، يعني انت حطيتها ليه يعني، وهل الدابيس ممكن تعمل كده ولا لا، والدابيس بتعمل ايه اصلا. الدابيس يوجوالي كلاسيكالي بولي نيوروباثي وسيمتريكال، يعني تلاقي واخد اعصاب هنا ونفس الاعصاب الناحيه الثانيه، اعصاب هنا ونفس الاعصاب هنا، سيميتريكال وبايلاترال. لكن ممكن يحصل مونونيوروباثي، دايبيتك مونونيوروباثي، ياخد نيرف معين بس، وهي محطوطة اصلا عشان الدسكشن دي، هل هو دايبيس ولا ايه البوتانل سندروم، ولا هو ايه البوتانل سندروم بصراحة، لان this is the commonest. الدايبيس ما 50,000 واحد عنده دايبيس، ما حدش اشتكى الشكوى دي، ده بس عشان ايه تقلب الموضوع. مش العلاج، العلاج بتاع الكاربال تانل، لا الدايبيتس هذا ممكن فتره، ممكن نضرب النيرف لاستمرار لفتره طويله، ممكن نضرب النيرف او كده. خد الجمله المفيده بقى دي، خد الجمله المفيده ديت وحطها في ودانك فور ايفر وات ايفر هاو ايفر سو ذات دايبيتك نيوروباثي هاز نو تريتمنت، دايبيتك نيوروباثي اوكير ايفن ان ا بيشنت ويز كنترولد دايبيتس ميليتس، دايبيتك بريفرال نيوروباثي از ا بروجريسيف ديزيز. سمعت الثلاث كلمات دولت؟ لا قوة في الأرض هتقدر تصلح دايبيتك نيوروباثي. الدايبيتك نيوروباثي هيزيد غصب عني وعنك. الدايبيتك نيوروباثي بيحصل في عيان والعيان ده عامل كنترول للدايبيتس.
تقول لا اصل عين مش لا ده هو عامل كنترول للديابيتس وهتجيله بريفرال نيوروباثي ديابيتك نيوروباثي. لكن هي الفرق ما بينه وبين اللي مش مصلح الكنترول بتاع الديابيتس الايه الديوريشن بس. يعني مثلا انا عندي مثلا 50 سنه مثلا جات لي، لو انا عامل كنترول للديابيتس مثلا كويس ممكن يجي لي عندي 55 60 سنه بوست بون الديابيتك نيوروباثي. لكن it will never stop diabetes diabetic neuropathy. No one can stop it. No one can treat it. It's a progressive disease. It's an annoying disease. انتوا مشفتهوش يعني العيان دي شكشكة ودبابيس في رجليه ولسع في رجليه وفي ايديه ممكن ينامش طول الليل وهرش يهرش في جسمه ليه؟ لان بريفرال نيورايتس وعمله تلاقي جسمه كله وانوينج وما ينامش. بريفرال نيورايتس دي ديسابلنج يعني مش سهل. وبعد كده لوس اوف سنسيشن يلاقي رجله لغاية ساقه كده هوت من ناحيتين مش حاسس بيهم خالص نهائي، وإيديه الاتنين لغاية هنا هوت مش حاسس بيهم خالص. وده سبب مشكلة بتاعت الديابيتك جانجرين والديابيتك انفكشن، ان احساس بتاع رجليه قل فيدوس على ازازة يدوس على مسمار وهو مش حاسس وما يبصش، داس على مسمار مصدي وبعد كده بص لقى انفكشن وانفكشن ايه زاد وعمل غرينه والمشكله حصلت كبير. فالديابيتك نيوروباثي will not be treated يعني، وهيحصل حتى لو عامل كنترول على الديابيتس هيحصل غصب عنك مش مزاجك. فدي تحطها في دماغك وتخليها قاعده. لكن لو هو البوتانل سندروم افك افتع عليه وافك الزنقه بتاعته هيخف زي الميديا نيرف في الكاربوتانل سندروم، بشق الفليكسور تناكلم ريديالي فيرتيكالي خلاص فك النيرف والضغط على النيرف راح والعين يخف. لكن دابيس لا وحتى ادعي وبتدي العين اللي بتديه عشان يخفف الحاجات بس يخفف يعني بدل شكشكه جامده تديه تجرتول يخفف الشكشكه. التجرتول يخفف الشكشكه شويه سيمتوماتيك وينيمه فينيمه يعرف ينام. لكن عالج حاجه ما فيش حاجه، هي زي ما هي وبتزيد وحزيد. دي الفكره كلها هنا. قولوا ايه تاني؟ فين الغياب بتاعكم؟ الاستاذ حماد